بنتوجه بحرق التهاني والمباركات لأخوتنا العمال بمناسبة مرور 1 آيار عيد العمال العالمي. طبعا العمال هم البنات الأساسيين في الدولة والمجتمع، وهم أحد أفضل الروادف الأساسية لبناء دولتنا سوريا الحبيبة. واليد المنتجة هي اليد العليا في المجتمع، وإن شاء الله هيك بدنا نشجعهم أكثر وأكثر، لأنه نحن بحاجة للإنتاج مهما كان نوعه. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. نوجه لعمال سوريا اليد المنتجة اليد الفاعلة في هذا البلد، نقول لكم كل عام وأنتم بخير ونحو مزيد من الإنتاج إن شاء الله. ومثل ما شايفين البلد ما رح تنهض غار بالإنتاج واليد المنتجة. نتوجه لعمال سوريا بالشكر وبالاحترام وبالتقدير لجهودهم المبذولة للعمل اللي يقوموا فيه، ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير والبلد بألف خير وقائد الوطن بألف خير.